خلونا نبدأ من سبورتس اكسبو اللي كنت بكلم مع حضراتكم فيه في بداية الحلقة. ده المؤتمر والمعرض العالمي اللي كان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مركز المنارة للمؤتمرات في الفترة من النهاردة وحتى يوم 25 فبراير. كان النهاردة بحضور نخبة كبيرة من المسؤولين والوزراء ورؤساء الاتحادات الرياضية والخبراء والأكاديميين في المجال الرياضي بمصر والعالم. وجزء مهم جدا في هذا المعرض وهذا المؤتمر هو الحلقات النقاشية أو الحوارية اللي هتكون موجودة. في جزء من هذه الحوارات النقاشية بيتكلم على فكرة اكتشاف المواهب ورعايتها، وازاي يكون في اهتمام بالإنسان المصري، تحسين النمط الصحي، تنمية الوعي الثقافي، وزي ما كنت بقول لحضراتكم كمان متابعة الإبداعات، المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين. الجزء الثاني المهم كمان في هذه النقاشات هو الاهتمام بالبنية التحتية الرياضية. يعني بنتكلم على ازاي هيكون في استيعاب لممارسة المصريين للرياضة، وعشان نكون عندنا قدرة بعد كده ان احنا نستضيف بطولات عالمية بشكل كبير في مختلف الألعاب. النهاردة في الجلسة الافتتاحية كان في كلمة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وكانت هذه الكلمة مسجلة، تحدث فيها عن يعني أمنياته وإنه إزاي بيتمنى إنه يستغل هذه الفرصة علشان يوصل رسالة إنه يعني هذا الحدث المهم رياضيا هيكون بينتقل من قوة إلى قوة أكبر في الرياضة من مصر إلى إفريقيا كلها. شفنا في هذا الافتتاح مجموعة من الأبطال وهما بيكلموا على المسرح، كان من ضمنهم محمد النني وأحمد حسن كوكا، واللي كل واحد فيهم اتكلم عن رحلته مع الاحتراف وإزاي موهبته تم استغلالها وتم الاستثمار فيها. يعني مثلا محمد النني كان بيتكلم على إنه إزاي صدق حلمه بالرغم من إنه ممكن يكون من عيلة بسيطة وتولد من مكان بسيط ولكنه فخور. أحمد حسن كوكا اتكلم عن رحلة الاحتراف إزاي ما كانتش سهلة وإنها بتحتاج جهد، وافتكر والده في هذه الكلمة. خلونا نشوف جزء من كلمة كوكا. كابتن حازم امام وكابتن احمد حسن ناس من اعظم اللعيبه في المصريه في الكوره. كلامهم كان كله كويس جدا، ويقول لناس كتيره من لعيبه كتيره عارفين ان احنا بنعدي على حاجات كتيره جدا عشان توصل وتحقق وتبقى لعيب كويس. انا بس احب اقول حاجه في اول مسيرتي الاحترافيه، الموضوع صعب على اي شخص، تتغرب باكل بقى مختلف، اللغه. فانا احب بس اتكلم عن والدي الله يرحمه، كان هو أكبر سند ليا طول حياتي. ففي الأول فترة أنا أول لما كنت في التدريب كلموني في النادي قالوا لي إن شقتي اتحرقت، فرجعت لقيت كل حاجة اتحرقت. يمكن الموقف ده ما حكيتهوش لحد قبل كده. كلمت والدي قلت له بابا الموضوع صعب، أنا عايز أرجع بلدي. والدي سافر على طول أول طيارة، كان جايب لي لبس وقال لي يا ابني مفيش حاجة في الدنيا بتيجي بالسهل، الموقف اللي حصل ده هيقويك ويخليك أنشف وأنضج للمستقبل. بس انا عايزك اطلب منك طلب. قال انا عايز اطلب منك طلب، عايزك تشرفني قدام بلدي واهلي، ما ترجعش مصر غير وانت مشرفها. النهارده انا تاني هداف مصري في اوروبا بعد محمد صلاح. النهارده انا حققت 4 بطولات في اوروبا من غير والدي سبحانه، يعني من غير ربنا سبحانه وتعالى ثم والدي. عمري في حياتي ما هكون واقف قدام يعني اكتر ناس شخصيات مهمه في بلدنا، واكون مكرم من بلدي وام الدنيا. فالف شكر بوجودي هنا معاكم.